رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نحكيو على بيان هلال الشابة. تقريبا تواصل الجدال بين الجامعة والشابة بخصوص موضوع حل فريق هلال الشابة. البارح كان بيان من الهلال هبط بخصوص ديسيزيون من اللجنة الأولمبية، مازال ما هبطش ولو أن اللجنة الأولمبية على صفحتها مازال ما فما حد شيء بخصوص ديسيزيون هذا. شنو فيه البلاغ؟ كان أكدت الصفحة في البلاغ هذا أنه بعد التظلم اللي رفعته إدارة الهلال اللجنة الأولمبية ضد رئيس الجامعة، فإنه اللجنة أدانت السيد وديع الجريري رئيس الجامعة من أجل خرق المبادئ والقيم والأخلاق الأولمبية ومعاقبة السيد وديع الجريري رئيس الجامعة التونسية، والعقوبة باش تصدر يوم 5 جام فيما عدا دعوة السيد وديع الجريري للاعتذار عما صدر منه من خروقات. أكثر تفاصيل على البيان هذا وشنو صار، شنو الكواليس كل، باش ناخذوها من عند الكاتب العام للهلال الشابة محمد بن براهم. سي محمد أهلا بك. مرحبا بك سيدي، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة إكسبريس أفان. مازال متواصل الجدل؟ لا، الجدل مازال متواصل بالطبيعة، مازال باش يتواصل مادام ما رجع لناش حقنا، ومادام ما رجعوا لناش حقنا، وما ضاع حق وراءه طالب. باش تفسر اول حاجه الساعه باش ندخل في التفاصيل نتاع البيان، اللجنه الاولمبيه ما هبطت شيء بخصوص اللي هبطوا انتم. هذا يرجع للجنه الاولمبيه، هي البارح القرار صادر عن لجنه الاخلاق في اللجنه الوطنيه الاولمبيه، اصدرت ما تم بيانه في البيان نتاعنا، وأحالت الملف للمكتب التنفيذي اللي باش يصدر، هو اللي عنده الاختصاص باش يصدر العقوبة طبقا لسلم العقوبات اللي موجود في قوانين الكنوت. ما ان اللجنة الوطنية الأولمبية ما هبطتش ولا ما أعلنتش ولا كذا، هذا يرجع لهم يوم هما. احنا تم مراسلتنا في الغرض باعتبارنا الطرف الشاكي في الملف هذا، وأعلمونا بالقرار هذا وبحيثياته. وصلتكم مراسلة من اللجنة الأولمبية معناها بصفة رسمية؟ طبعا مراسلة رسمية فيها نص القرار محية كامل، مع استدعائنا لعدد سماعنا جديد من طرف المركز التنفيذي نهار 5 جانفي إن شاء الله. باهي، خلينا نفهموا الساعة سي محمد، ثبوت إدارة السيدة وديعة الجريمة من أجل خلق المبادئ والقيم العامة والقيم الأخلاق الأولمبية، شنو هي السلطة تقول قال اللي تملكها اللجنة الأولمبية على الجامعة التونسية؟ هي بدت اللجنة الأولمبية في المسألة هذه في مسألة الاختصاص، لأنه أهم دفع هو الدفع الأولي اللي كان دفعه محامي السيد وديع جري، هو أنه الهيئة غير مختصة في مثل هكذا ملفات، في حين أنها بدت وقالت راه احنا مختصين. باش مختصين؟ لأنه أولا الجامعة التونسية لكرة القدم هي عضو في الكنوت، وتساهم في انتخابات الكنوت وعضو قار، وهي ما تنجم تشارك في المسابقات الاولمبيه الا عن طريق الكنوت، وبالتالي هي عضو في الكنوت وتخضع وجوبا لقوانين الكنوت. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه عندنا كذلك الفيفا اللي هي هيئه الدول لكره القدم، هو منخرط كذلك في اللجنه الدوليه الاولمبيه، وهو عضو وهو يخضع لترتيب الميثاق الاولمبي اللي موجود في قوانين السيو. الكنوت هي ممثل السيو في تونس، وبالتالي مبدا توازي الصياغ والشكليات يقتضي ما دام الفيفا تخضع للسيو فانه الجامعه التونسيه لكره القدم بهياكلها تخضع طبعا ووجوبا الى الكنوت، وعليها احترام قوانين الكنوت، وعليها خاصه احترام الميثاق الاولمبي الدولي. باهي، شنو تعني الادانه؟ اش معناتها ادانه؟ ادانه معناها المشتكى به اقترف افعالا اعتبرتها اللجنه وانها مخالفه للميثاق الرياضي، وبالتالي تستوجب تتبعه تاديبيا واصدار عقوبات في شان. عندكم فكره شنو تنجم تكون مثلا العقوبه؟ اللي قلتوا باش تهبط يوم 5 جام في حسب ما جاء في البيان. لا ما نجموش، هي هذه سلطه تقديريه، احنا نحترموا الهياكل الرياضيه وهما عندهم السلطه التقديريه في اصدار العقوبات. احنا طرف شاكي اعتبرنا وانه ما اتاه المشتكى به السيد وديع الجريري في حقنا افعال تشكل ولا موجبه لعقوبات تاديبيه، مشينا للهيكل المختص اشتكينا به، وهذا الهيكل ادانه في انتظار العقوبات اللي باش تصدر في حقه. اللي يهمنا احنا اكثر
الحقيقة اللي يهمنا أكثر يهمنا وأنه ثم إدانة وأنه تصريح رسمي بأن الأفعال التي يقترفها السيد وديع الجري هي أفعال موجبة للمؤاخذة التأديبية. ويقول قائل الجامعة هل باش تمتثل مثلا العقوبة كما هكا خاصة نعرف العلاقة ما إيش ولا بد بين الجامعة واللجنة الأولمبية؟ ولا خلينا نقول بين رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الأولمبية؟ احنا مشكلتنا وأنه نشخصنا في الأشياء. اليوم هي اصلا هو ذاك اصلا الاشكال باش ما نزينوش الواقع استاذ، هذاك هو اصل الخلاف، نشخصنوا الشخص نتاع الاشياء. ايه احنا ما نحبوش شخصنا، احنا نحكيو على انه هناك هياكل رياضيه. اليوم يترأس للكنوت سماح البصيان ويترأس جامعه تونسيه كره القدم وديع الجري، وغدوه ينجموا يتبدلوا في اطار انتخابات. نحكيو على هياكل، الهياكل تخضع لبعضها وتم علاقة قانونية تربطها ببعض. إذا كان اليوم احنا نقول هذا راين، نقول أن الجامعة التونسية لكرة القدم تخضع وجوبا لقوانين الكنوت وعليها احترام القوانين متاع الكنوت، وبالتالي عليها الخضوع لقرارات اللجان المنبثقة على الكنوت والمكتب التنفيذي متاعها، وعليها الخضوع لها. عدم الخضوع هذا يزيد الطين بلة ويكون موجب للمؤاخذة التأديبية المضاعفة، ونحن نقوله في إطار العوض والتصعيد، ويمكن يكون ثم حتى مؤاخذة تأديبية دولية. وبالتالي راهو عدم احترام الهياكل الرياضية وعدم احترام الكنوت سيؤدي مباشرة إلى عقوبات أعتقد من الهيكل الدولية، سواء كانت فيفا وإلا اللجنة الدولية الأولمبية. هذا بالقانون هكا معناتها تنجم الفيفا تعاقب مثلا الجامعة خاطر ما التزمتش بديسيزيون تاع كنوت؟ طبعا هذا 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 لا شك ولا خلاف فيه. الفيفا راهو ثم حاجات يلزمك تحترمهم، ثم علاقة ما بين الفيفا وهياكل رياضية أخرى دولية فعندها نفس المرتبة ولا حتى ساعات أعلى منها مرتبة. احنا نحكيو مثلا على التاس، يا أخي التاس هي هيكل تابع للفيفا، ماشي تابع للفيفا، هو هيكل مستقل بذاته، ولكن الفيفا اختارت وأنه القضايا في درجتها النهائية تكون عند التاس، وبالتالي عدم احترام قرارات التاس أوتوماتيكمون الفيفا ستعاقب من أجل ذلك. كيف بالنسبة للسيو وبالنسبة للكنوت، إذا كان أنت ما تحترمش الهياكل هذه وما تحبش تخضع وما تحبش تنفذ قرارات تصدر عنها، ستكون لك مؤاخذة أدبية من عند المشرف عليك مباشرة، وهو الفيفا في وضعية الحق. واضح. باهي، فما جديد بخصوص القضية في التاس؟ القضية في التاس قاعدة تمشي، قاعدة تتحرك. اليوم احنا في ظرف نتاع النوال هذايا والريفيون، وتعرفوا العطل الغادي في اوروبا في الوقت هذايا، ولكن بالرغم من ذلك قاعدين نقدموا في انتظار انه يتعين رئيس اللجنة التي ستتعهد بالملف، لانه احنا اخترنا المحكمة نتاعنا، الطرف المقابل جامعة تونسية كرة القدم اختارت المحكمة نتاعها، في انتظار وانه يتعين رئيس الهيئة، وينطلق البت في الاصل من وقتها. اليوم خلينا نقول اذا كان باش نختم، وانه جامعه تونسيه كره القدم اتهمت هلال الشابه دائما وان هي اللي ماهيش قاعده تحترم في الهيكل الرياضيه، وان هي اللي مش قاعده تسب ولا قاعده تشتم، هذا ما كانش صحيح. وان شاء الله تو تاس تنصفنا في المساله هذه، لانه احنا مارسنا فقط حريه التعبير. اليوم ثم هيكل رسمي محايد قال وانه السيد وديع الجري لم يحترم الهياكل الرياضيه، وقال وانه السيد وديع الجري اقترف افعالا تخل بالميثاق الاولمبي الدولي. وبالتالي اليوم اذا كان ثم واحد مش قاعد يحترم في الهياكل الرياضيه، واذا كان ثم واحد مش قاعد يخدم لمصلحه الكره التونسيه، وإذا كان ثم واحد مش قاعد يبذل في قصار جهده للتجميع ولتطوير كرة القدم التونسية، وإنما بالعكس قاعد يخدم في مصالحه فقط، راهي الجامعة التونسية كرة القدم. واضح. يعطيك الصحة سي محمد على كل هذه التوضيحات، أكيد تتحمل مسؤولية كل حاجة قلتها في الموضوع هذا، وأي حد يحب يتدخل من الجامعة واللي يحب يوضح مرحبا به. هكا نوصلوا لنهاية فير بلاي اليوم، شكرا على يا باشا، وقبل منال السيسي في الإخراج، شكرا ناصر الساكري في الإخراج، رقمي تويت يجيكم، أسامة في الأخبار، أجمل تحيات.